صباح الخير عليكم كديري لاباس عليكم كتبلا تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم اختي صباح الحماس صباح النشاط، هذه 8:25 الصباح، اختكم سمر فايق بكري زعما ولابسه حويجاتها مقاده. علاش؟ هذا هو اخر نهار عندي في الانستيتيو اللي كنقرا فيها ولا في المعهد اللي كنقرا فيه. صراحه النهار صعيب شويه. علاش؟ حيت نهار الاول جيت متحمسه ودوزت 3 زون وباقا ما سخيتش، تخيلوا معايا بقوه ما الضومين عاجبني وبقوه ما دوزت 3 زون زوينه في هذا ليكول. ما سخيتش ما كذبش عليكم، هذا النهار الاخر جينا ندوزو غير واحد بتي اكزام ديال الفان كورسوس صافي، وغادي نساليو باش ابخي ملي نجيو ناخذو غير لي ديبلوم ديالنا ولي زاتيستاسيون دو ريوسيت. فاليوم واش تكون معايا دوزو معايا النهار؟ انا يلا فقت حيت وني كنت كنراجع شي شويه باش ندوز الاكزام. صافي بلاصيت هنا فواحد البلايصه فواحد القنص واخيرا لقيت بلاصه كنحمد الله نشكرو. وصافي غنطلع دابا، لقيت وني غادي ناخذ نمشي نشرب غير قهيوه وغادي نمشي وغادي نطلع اوتوماتيكمون، حيت الا ما شربتش قهوه ما غاديش نتحلوا لي عينيا ما غاديش نرتاح. كانت سنه سعيده حتى هي غدوز من هاد الطريقه هادي وقالت لي غادي تسنيني زعما، قالت لي في الطوموبيل تسنيني وصافي هادشي اللي كاين. المهم هانتوما معايا تشوفوا اجواء الاكزام كيفاش غندوز، ابخي نخرج ونقول لكم كي دوزت ونهضروا شي شويه ونعطيكم سورتو معلومات على الدومين كيف ما شفتوا من العنوان ومن لامينياتور. بقاو معايا. فوالا يا شي كملت ليكزام الحمد لله، داز زوين صراحه، داكشي اللي كنت فاهمه وحافظه داكشي حطيته. دابا كنتسنى غير سعيده نطلع عندها فين كدوز صافي ابخي نهضر معاك. فوالا رجعت ليكم بعد ما دوزت ليكزام ديالي، الحمد لله داز كلشي مزيان. ودابا قلت غادي نشارك معكم المعلومات قبل ما داكشي كامل، اختي نشرب القهوه ديالي عافاك حيت دخلت بلا فطور، مشيت للقهوه خديت غير موس بلونش باش نحل شويه الدماغ باش نعطيكم معلومات. والفطور راه وديته معايا في الدار عاد نفطر انا وماما. اوكي دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوني كيجيو هاد لا كيسيون بزاف 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 كسوا في انستغرام كسوا هنا في التعاليق في يوتيوب، وماشي والله كنبغي كل مره ندير لكم فيديو ولكن الفرصه ما كتاحش لي وصافي. اليوم قلت فقط غندير لكم فيديو كيف ما جا غادي تقبلوا، غنحاول ندير لكم ما كاين لا مونتاج لا والو بما يخص او لا كل ما يتعلق بدراسه التمريض في المغرب. اوكي شكون شنو هو التمريض؟ شحال غنقرا من عام في التمريض؟ واش كنحتاج اللغه الفرنسيه في التمريض؟ واش نقدر نقرا التمريض في البريفي او نقرا في ليطا؟ واش الا قريتو في ليطا غادي نخدم ولا قريتو في بريفي غنخدم؟ دونك كاين بزاف الاسئله، انا عطيتكم دابا لي موكلي وغتبقاو معايا باش اول حاجه هي نشوفوا شنو هو التمريض اولا كيفاش نقرا التمريض في المغرب. فوالا باش نقرا التمريض في المغرب كيخصني نقرا، كاينين خصني نعرف لا فيليير بعدا اللي بغيت ندير، نعرف شنو الشعبه اللي بغيت ندير، حيت التمريض فيه ثلاثه ديال لي فيليير اولا هما كاينين اربعه ولا كاينين دي فيليير اللي تزادوا. انا نقول لكم اللي زعما اللي معروفين بزاف، كاين اول حاجه ايد سوانيون، ايد سوانيون تنقراو فيها عام، كاينه اوكسيليير تنقراو فيها عامين. ايد سوانيون هو مساعد معالج، اوكسيليير معالج، هذا انفيرميير بوليفالون هو ممرض متعدد الاختصاصات. هاد ثلاثه ديال لي فيليير اللي معروفين بزاف واللي كاينين واللي انا قريت وحده منهم اللي هي انفيرميير بوليفالون. اوكي نرجع ايد سوانيون تنقراو فيها عام، عام فيه تيوريك وفيه البراتيك، مزال نقولو تيوريك وبراتيك، فيه حتى هو لي ستاج، فيه القرايه حتى هو كتقرا فيه، يعني ضروري ضروري من القرايه. ما تقولش لي راه غندير لانفيرميير حيت ما فيا ما نقرا. دابا راه هاد الوقيته هادي ديالنا الدراري والبنات اللي ما كيشدوش الباك او لا تقول لك ما عنديش صافي دماغي ما بقاش القرايه، تقول لهم شي ندير حكا تمريض صداع ياك سمحوا لي حيت الصهد ما يمكنش لي نهبط الشراجم كاملين. ما تلقى ما يدات تيقول لك حكا غنمشي ندير التمريض. لا خويا لا اختي، التمريض تاوره بالقرايه، راه والله كون ما كنتي قاري وما كنتي حاره درتي التمريض، والله ما كنتي كتعرف ني تجري راسك الا درتي التمريض، راه ماشي دومين ساهل. ما كنخلعكمش ولكن الانسان اللي بغى يدير واحد الحاجه يديرها عن جد، نكون باغي نقرا، نكون عندي رغبه، ويكون عندي لامور ديال هاد الدومين هذي، يكون عندي حب انني نعاون الناس، يكون عندي حب انني نساعد واحد الانسان في واحد الحاله اللي هو في حاله عجز. اتسيتيرا داكشي بوحدو ما نهضروش عليه دابا، هذيك رغبه رغبه، يعني خاص تكون واحد الرغبه قويه الا بغيت ندير التمريض، ماشي غير اللي ساله وما لقى ما يدار يقول ندير التمريض حيت هادشي ولينا كنسمعوه بزاف. اوكي دونك قلنا ايد سوانيون تيقرا عام، اوكسيليير تيقرا عامين حتى هي فيها لي ستاج وفيها التيوريك، فيها القرايه وفيها لي ستاج. انفيرميي بوليفالون او لا انفيرميير بوليفالون كيقرا 3 سنين 3 زون مجبده ليسونس بروفيسيونيل، ما يعادل ليسونس بروفيسيونيل في لي زيتود باراميديكال، الاجازه المهنيه في الدراسات الشبه طبيه. كنحاول نقولهم بالعرب وان فرونسي باش كلشي يفهمني باش كلشي يمشي معايا. اوكي
ندوزو فين خاصني نقرا هاد 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 التمرين هذا، فين خاصني نقراه باش نقرا التمرين؟ عندي جوج ديال الطرق ولا جوج ديال الحلول. غنبدا معكم بالاد سوانيو. اد سوانيو يقدر يقراها اي واحد ما عندوش باك، يعني تقدر تكون يعني مثلا جو بونس كو واقيلا تكون عندك التاسعه ولا مع السانكيام تيديروا اد سوانيو جو بونس، واقيلا تقراو عام. اوكسيليا خاصك نيفو باك ضروري، انفيرميي بوليفالون خاصك الباك. وفي هاد انفيرميي بوليفالون غنوقفوا ونتفرعوا لجوج الحوايج، فين نقدر نقرا هادشي؟ فين فين فينا بلاصه؟ اين انستيتو؟ اين فين التمريض؟ نقدر نقراه في جوج ديال البلايص. عندنا الاولى اللي هي ايكول ديال ليتا بحال لي سبيتس، داكوغ كنقراوها في ايكول ديال ليتا كاينه، ولكن باش تقرا في ايكول ديال ليتا خصك دي كريتير. سمحوا لي نقطع على ماما، يا ربي تسمح لي، ولكن ماما راه كنسجل فيديو. باش تقرا انفيرمي بوليفالون في ليتا كاين واحد لي كريتير. لي كريتير هو الباك ديالك خاصو يكون اول حاجه سيونس ماشي لاتر، ياك. ثاني كريتير هو يكون عندك باك بار مونسيون، تكون المونسيون في الباك ديالك باش كتمشي كدوز كونكور سيليكسيون كتعزل عاد تمشي تقدر تقرا تمريض. فليطه كتخلص حتى ريال تقرا 3 سنين، اون فوا تتسالي تدوز عاوتاني واحد كونكور سيليكسيون وتخدم مع الدوله نيشان، داكوغ. من مورا الناس اللي ما عنده عندهم الباك ولكن ما جايبينش المونسيون وما عندهمش باك سيونس يقدروا يقراو التمريض فواحد الحاجه هي لي زيكول بريفي، داكوغ. تمشي تقرا في ايكول بريفي تتقرا حتى هي 3 سنين، حتى هي فيها تيوريك وحتى هي فيها براتيك، غير هي تتقرا في ايكول بريفي كتخلص الفلوس بالنسبه للناس اللي ما جابوش المونسيون، يعني ملي ما كتجيبش المونسيون كتزيد شي شويه الفلوس باش كتخلص. هادشي اللي كاين بالنسبه للناس اللي غيقراو التمريض، يعني في اش نقول لكم في دي زيكول بريفي، يعني ما جابوش المونسيون في الباك ما عندهمش باك سيونس وغيمشيو يقراو لي زانفيرميير في البريفي، كاين واحد الكريتير ضروري ضروري تقلبوا عليه كاملين قبل ما تمشيو تقراو في شي ايكول بريفي، هي ليكول تكون اكريديتي. ملي تنقولوا اكريديتي هي معترف بها من طرف الدوله، معترفه من طرف الدوله، ضروري يكون عندها لاكريديتي. سول على المدرسه ونطلع ونهبط ونقلب في السيت في الانترنيت ومشي عندهم، من حقي نطلب لاكريديتي ديال ليكول ديالكم، انا باغي نقرا عندكم خصني نعرف لاكريديتي، نعرف ليكول اللي غنقرا فيها ونحط فيها رزقي. راه 3 سنين ماشي سهله، ماشي سهله 3 سنين، نعرف واش اكريديتي ولا لا، يعني واش معترف بها من طرف الدوله. اوكي من مورا هادشي دابا حيدنا علينا فين نقدر نقرا، يعني باين اللي عنده الباك مونسيون بلوس سيونس يقرا في الدوله، يمشي يدوز سيليكسيون ديالو. بيان سور كونكور هادشي يكون مره في العام، يعني خصكم حتى نتوما تعسوا على الكونكور بحال داكشي ديال الجوندارم العسكر داكشي، كتمشي كتعس على الكونكور ديالك حتى كتوصل لقيتو صافي وكتسجل وكتدوز الكونكور والسيليكسيون داكشي. اوكي نكملوا وندوزوا لواحد السؤال اللي كيسولوا بزاف ومحير الناس بزاف والبنات والدراري كلهم، تيقول لك واش نقدر ندير التمريض وانا ما عنديش مع الفرنسي؟ هنا غادي نقول لكم واحد نكون معكم صريحه وحسبوها نصيحه من عند اختكم، ماشي كنتفخر عليكم ماشي كنبغي نحطمكم، لا غنعطيكم نصيحه. خويا اختي اللي عنده نقص في الفرنسي ما يقولش غندير التمريض صافي غير هكاك غير هكاك غنديرو صافي، شي باش تكون فرملي ديال المعقول، باش تكون فرملي كنقولوا حنا كنقولوا ان سوان دو كاليتي، واحد العلاج بواحد دو جوده، حتى لافيرمي خصو يكون دو جوده، لافيرمي حتى هو خصو يكون دو كاليتي كيف ما كنقولوا، لا خصو يكون كومبيتون باش يقدر يكون فرملي في المستوى، خاصو ضروري اللغه، حيت لي زانفيرمي ما كتقراش بالعربيه خوتي، كتقرا اون فرونسي، ميم سي لي بروفي بغيو يديروا معاكم البيصات احمد ويبسطوا معاكم ويحاولوا يوريكم كلشي، زعما يعاودوا لكم يترجموا لكم بالعربيه، ولكن كاينين دي مو اللي ما تقدروش تعرفوهم بالعربيه، واش دابا بحال دابا ستوغي ولا لامد بيستوغي باردون، واش غتقولها بالعربيه؟ ما كايناش بالعربيه، لامد بيستوغي ما كايناش، مثلا نعطيك اهم حاجه، كومبريس واش تقول لي ديمادا؟ راه ما يمكنش، فهمتوني؟ يعني كاينين شي حوايج اللي الفرونسي ضروريه، ضروريه. اللي غيدير لي زانفيرميير بحال مثلا دابا نتا هاد العام في الباك، عاد يلا عندك مقبل على الباك، هاد العام هذا ندخل نقرا الباك ديالي او ميم طون ندير في الصيف ندخل ندير لي كور دو كومونيكاسيون فرونسي، نطلق اللغه مزيان، ولا ما كرهتيش كاع تمشي دير بريباراسيون عند الناس اللي كيديروا تيديروا لا كومونيكاسيون فهمتي في دي دومين متخصصين، مثلا كتمشي كدير الكومونيكاسيون في الدومين ميديكال لا باراميديكال، فهمتوني؟
نمشي ندمر على راسي، نشد واحد شي شويه ديال اللغه ضروري باش ملي ندخل نبدا نقرا ما يجينيش كنولي يجيني جوج حوايج صعاب. اول حاجه هي الدومين جديد عليا ويلا كنتعرف علاش بزاف الحاجات، ثاني حاجه هي اللغه، مشكل ديال عندي مشكل ديال اللغه، هذه اصعب حاجه وهادشي تنقول لكم حيت شفتو وعشتو مع دي كوليك معايا كتدخل كتلقاها باغا تقرا وعندها مسكينه رغبه واللي كيخلصوا عليها فلوس ولكن اللغه خايناها. ملي كتمشي للتيران دو ستاج لي زوبيتو داكشي تيقول هضر مع الطبيب مثلا او تهضر مع لانفيرميير يقول لها مثلا عطيني غير هادي ولا عطيني غير هادي كتبقى تشوف فيه وكتقول اش هي هذيك ما قراوهاش لينا او لا ما قالوهاش لينا. دونك اللي بغى يقرا التمريض خاصو راه التمريض هو قرايه، راه فيه القرايه، راه فيه الحفاظه، فيه لي زيكزام تيوريك، فيه لي زيكزام براتيك، فيه حتى هو لي موديول الا ما دخلتيش يعطوك غاتخاباج وزيد وزيد وزيد. دونك الفرونسي واحد الحاجه مهمه في التمريض، انسان ما عندوش مع الفرونسي يقرا التمريض ولكن يدير مجهود، يدير مجهود في اللغه، هادشي اللي كنقصد انا. دونك هاد دو بوين هذا ساليناه فهمتوني ياك. ندوزو دابا شنو الحاجه اللي كتسولوني عليها بزاف بزاف بزاف، هي واش دابا انا مثلا لقيت فين غنقرا، عندي الباك عندي ممرض نتاع الاختصاصات، لقيت فين غنقرا، عرفت ليكول واش ليتا ولا بريفي، من موراها شديت الدبلوم ديالي ها واش غنخدم. دونك بالنسبه للناس اللي كيسولوا كيقراو في بريفي راه هذا لا يعقل انك غتقرا بريفي وتخدم في ليتا، راه ما يمكنش. سوا حاجه وحده الناس لي زيد سوانيون، لي زيد سوانيون كيف ما قلت لكم كاين واحد سيستيم اولا واحد بروغرام تيقراو في بريفي ويقدروا يخدموا في ليتا اترافير واحد لو بروغرام. هذاك لو بروغرام ماشي كيكونوا خدامين في ليتا 100% ولكن تيكونوا بحال سومي بوبليك، ما نقولش لكم كونطرا ولكن سومي بوبليك. دونك الناس لي زانفيرمي بوليفالون قليل 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 اللي كتلقاه خدام في قرا بريفي وخدام في ليتا، دونك سي غار غار بزاف. ولكن الخبر المفرح اللي كاين هو ان من هنا لقدام ان شاء الله خرجات واحد اللي كنقولوا قرار رسمي خرج، باقي غير ما تسيناش، باقي ما خرجش الارض الواقع، فقط باقي في التداول، بان غيتم الدمج ديال الممرضين الخواص يعني اللي قراو في البريفي مع ليتا. كيفاش غيدمجوهم؟ غيدمجوهم عن طريق الكونكور، غيوليو حتى هما يدوزو كونكور، يعني امولا نوبه، يعني امولا اللي عري على دراعه وخدم في الكونكور مزيان وكان قرا داك 3 سنين عن جدارة واستحقاق وجاب الدبلوم ديالو ماشي متقوب، كنقولها ونعاودها، دبلوم جايبو بلا قرايه بلا والو بالنقيل او لما راسك خاوي فرملي خاوي، ايتيغال دبلوم متقوب، ما تقولش ليا من هنا لقدام حقي غنتعلم لابخاتيك، اوكي تعلم لابخاتيك مزيان، تعرف تسيتوري، تعرف دير لي زانجيكسيون، تعرف دير لي سوان بالياتيف، تعرف جيغي كلشي، ولكن الا حطيتي في الارض الواقع لاناليز ديال لي دوكيومون راه غتلقى راسك انت محتاج للتيوريك. مثلا جا عندك غير شي حد قال لك اولدي عافاك الله يسهل عليك قرا لي هاد التحاليل هذا، الا ما كنتيش قاري التيوريك منين غتجيب هاد منين غتجيب اخويا هاد 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 الفهم ومنين غتعرف تقول ليه منين جبتي دوك التحاليل اش فيهم. دونك كيف ما محتاج للبراتيك كيف ما محتاج بزاف للتيوريك، حيت التيوريك تيعاون في البراتيك. فرملي اللي تيجي تيضرب تنقولوا حنايا تيضرب البرا، فرملي تيضرب البرا، هذيك لانجيكسيون اي ام اللي كدار في المستطه كيف ما كنقولوا حنايا راه كنقراو عليها، راه من اصعب لي زانجيكسيون هي هذيك، لي ريسك ديالها صعاب كيف ما انها سهله، كيف ما هي سهله فاش انها دار كيف ما صعيبه في لي ريسك ديالها. اي الناس كيدوزو من حدايا ما كنبغيهمش يبانو. اوكي دونك يعني ملي كتكون انت فرملي دو كاليتي وغتجي تضرب داك البرع عار بان ما خصك دير حتى شي غلط حيت درتي داك الغلط ها شنو يقدر يوقع، دونك عندك تيوريك في دماغك. اوكي دونك قلنا بالنسبه للناس ديال البريفي كاين قرار انه يتدمجوا مع الناس ديال ليطا اترافير كونكور، ان شاء الله هادشي غادي يكون من هنا لقدام حيت المغرب محتاج بزاف الممرضين، دونك يتدمجوا ويوليو يدوزوا كونكور، يعني اللي جاب الدبلوم ديالو عن جدار الاستحقاق راه يقدر يدخل مع ليطا. حيت دابا كيف ما شفتوا راه كلشي ولات الخوصصه، كلشي التعليم هو ولا فيه الخاص ولا فيه التعاقد، غير التعليم بوحده هو ولا دابا اللي ما عراش على كتافه وما كانش استاذ ديال المعقول عامين تيقولوا ليه الله يعاون. انا مع الخوصه صحيت فريمون تيخليو انسان يبين على لي كومبيتونس ديالو. اما بالنسبه للي كيقراو في ليطا بطبيعه الحال اون فوا تيسالي الدبلوم ديالو 3 ans تيدير لا سوتونونس، تيدير داك الميموار ديال البي اف او بروجي دو فان ديتود اللي كيف ما شفتو في الفيديو اللي كنت قبل شاركته معكم، اون فوا تيسالي حتى هو تيدوز واحد الكونكور ديال الدوله تيعطيوه ليهم و تيديروا لا سيليكسيون في وسط الكونكور، تيديروا لا سيليكسيون ديال واحد المجموعه ديال الناس اللي جابوا نقط مزيانه ايتترا و تيمشيو افيكتيهم في شي بلاصه، اما تيتافيكتاو في الاول في الغوغال يعني في المجال القراوي بحال اساتذه ومن بعد عاد تيجيبوهم المجال الحضري او لا العكس. المهم
هادشي اللي كاين. هادشي اللي كاين بالنسبه للخدمه في المغرب. باغ هادشي كامل الناس ديال البريفي عندكم واحد لي زوبورتونيتي كبارين انكم تخدموا على برا. احسن حاجه هي انك تخدم على برا. مثلا المانيا وكندا هاد جوج لي ديستيناسيون طالبين لي زانفيرمي بزاف 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 من بين لي دومين اللي كيتهزوا كل شهر في لي سيستيم ديال كندا والمانيا كيتهزوا لي زانفيرمي بزاف حيت محتاجين تما. علاش محتاجينهم تما؟ المانيا وكندا واحد جوج ديستيناسيون اللي عندهم شيخوخه بزاف عندهم نسبه ديال الناس كبار بزاف يعني كيكون محتاجوا اليد العامله الشابه يعني اللي يلا طالعه اللي بقى فهمتوا يافعه بقى عندها ما تدير بقى عندها ما تعطي يافعه هذاك على سمر اللغه العربيه عندها ما تعطي وعندها ما تقول فهمتوني سورتو المانيا سورتو كندا هاد جوج لي ديستيناسيون طالبين بزاف لي زانفيرمي دونك الناس اللي باغيين يقراو وعندهم حلم انهم يمشيو لبرا راه هاد ديبلوم ديال انفيرمي بوليفالون يقدر يخول لك انك تمشي من هنا قدام لبرا ان شاء الله اللي هي مثلا كندا المانيا ايتترا كاين بزاف ديال البلايص. هذا مكان بالنسبه لدراسه التمريض وكل ما يتعلق بدراسه التمريض. بالنسبه للناس اللي غيسولوني على لي ستاج كيفاش كيدوزوا لي ستاج ايتترا غنحاول ندير لكم فيديو خاص على لي ستاج. واحد الحاجه اللي ما هضرتش عليها اللي واحد النقطه متشاركه ما بين الناس اللي غيقراو في ليطا والناس اللي غيقراو في البريفي هو البي اف او هو الدبلوم او لا بروجي دو فان ديتود بجوجكم كديروه. كاين اللي تيقول لك لا حيت انت تقرا في البريفي ما كديروش. لا راه الناس اللي متبعيني في القناه شاهدين وشافوا الفيديو ديالي فوسط ليكول كندير لا سوتونونس كدير السوتونونس ديالك ديال الموضوع البحث يعني في الاخر ديال ديك 3 سنين كامله كدير واحد الموضوع ديال البحث كتختار واحد الباثولوجي واحد لا فينومين يا اما مرض يا اما ظاهره وكتهضر عليها وكتخدم عليها بواحد بطبيعه الحال واحد لا بيداغوجي بطبيعه الحال بواحد كيف ما كنقولوا خطوات ثابته اللي حتى هي كتقراها غير هذيك لا ميثودولوجي دو ريغيرش راه بوحدها موديول تنقراو سميتها لا ميثودولوجي دو ريغيرش تتقراه بوحدو في الثالثه اني في السيمستر الثانيه تتقرا باش ملي كتبغي دير الدبلوم ديالك تتلقى راسك عارف كيفاش باردون كتعرف دير البحث ديالك كتلقى راسك عارف كيفاش غتبدا الخطوات اللي غتبدا بهم. وما اصعب البي اف او وما اوعره وما اصعبه هو ما دوز عليا بعدا انا دوزت هذاك البي اف او تقريبا خدمته في نقول لكم في دو موا شهرين باش خدمت هذاك البي اف او ولكن درت ان بي اف او اللي يستاهل هذاك شهرين كيف ما شفتوا في المونسيون جبت فيه مونسيون في لا سوتونونس خديت مونسيون اونورابل يعني مونسيون اونورابل يعني شنو هي مونسيون بالعربيه ناري له لا مونسيون هي ميزه تري بيان ميزه تري بيان المهم ما عرفتش بالعربيه المهم مشرفه ميزه مشرفه دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للبي اف او ضروري كو سوا قريتي في ليتا كو سوا قريتي في بريفي نفس لا ميثودولوجي. وشوفوا معايا بالنسبه للناس اللي غيبغيو يقراو في بريفي عافاكم شوفوا دي زيكول يكونوا اكريديتي وحده يكونوا دي بروف مزيانين يعني سولوا بحال دابا انا قسما بالله وربي شاهد عليا اي واحد يسولني فين قريتي تنقول ليه ها فوالا فين قريت انايا وها لي بروف كيفاش دايرين وها شنو لي بوين فور ديال هاد ليكول وها شنو الحوايج اللي خايبين فهاد ليكول. دونك كنحاول نعطي كاع داكشي ونعاود نقولها ونعاودها. الناس ديال صلا ورباط قنيطره حيت كاين اللي تيجي عندنا من قنيطره ناس صلا رباط تماره وقنيطره ما عرفتش قليل المهم اغلبيه كنشوف تماره بزاف اللي كيقراو اللي كيسكنوا في هاد ثلاثه ديال المدن المهم راه حيت مارت هي دخلت قرب مع رباط اللي كيقراو في ثلاثه تيسكنوا في ثلاثه البلايص ليكول اللي نقدر ننصحكم بها انا اللي قريت فيها انا شخصيا اي اف بي بي انستيتيو دو فورماسيون بروفيسيونيل بريفي كاينه حدا تخفيض رايضه في الرباط هذه نقدر ننصحكم بها ما نقولش لكم شي اكل اخرى حيت هذه اللي قريت فيها انا 3 سنين وقرات فيها ديجا بنت عمي 3 سنين اخرى يعني عندي درايه عليها وقبل ما نجي واخا ملي قرات فيها بنت عمي 3 سنين قبل ما انا نجي نقرا فيها سولت عليها وقلبت هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون فدتكم كنتمنى نكون عطيتكم معلومات خفيفه ظريفه مره غنبقى نجي ندير لكم دي فيديو بحال هكا خفاف وتعرفوا اي حاجه عندها علاقه بالدومين نبقى نعطيكم فيديوهات والله العظيم الى اليوم شوفوا يلا جيت من ليكول كيف ما قلت لكم باقي ما فطرتش راه كنشرب قهوه وقلت غادي ندير لكم فيديو ميم سي الصهد وشوفوا كي وليت كل حالتي ولكن ندير لكم فيديو باش تاخذوا معلومات اي حاجه اي واحد اي وحده اختي خويا بغيتي تسول على الدومين قبل ما تدخل ليه اي سؤال كيف ما جاك على البال كتب ليا في الكومنتير ولا اجيو عندي الانستغرام اللي غنخلي لكم هنايا سمر زين واحد اجيو عندي الانستغرام راه كنكسبت كلشي كنجاوب كلشي دونك سولوني مرحبا حيت انا فاش كنت في البيريود ديال اللي بغيت ندخل
الدومين كنت محتاجه بزاف الناس نسولهم، مالوغوزمون ما لقيت حتى شي حد نسولو من غير بنت عمي اللي كانت في الدومين ديجا معايا، دونك سولتها جاوبتني. اما زعما باش نعرف كلشي 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 من ا حتى زد، دونك ما لقيتش اللي نسولو. فخذوا او بروفيتيو فهاد الفرصه اللي عندكم، اللي بغى يسول على شي حاجه عندها علاقه بالدومين قبل ما يدير لاكسي ليه كتبوا لي في لي كومونتير، ولا جاوا عندي كامل الانستغرام، ونيزيتي با زعما دوموندي في لي كومونتير شنو تقدروا شنو تبغيو زعما كوم دي فيديو من هنا القدام على لو دومين. دونك هذه غتكون ليبيزود الاولى على معلومات عن التمريض، دونك عقلوا عليها، هذه هي ليبيزود الاولى. دونك غنبقى ندير لكم اشاك فوا ايبيزود على المعلومات بطبيعه الحال مع لي فلوغ وداكشي. نتوما عارفين القناه ديالي انا متنوعه، كنتمنى نكون كنت خفيفه عليكم وفهمتكم مزيان. ما ديروش عليا كنت كنغوت، انا راه كديره رانا مع كلشي هكا دايره. وفوالا ما تنساش دير لايك الا عجبك الفيديو، الا استفدتي غير شويه دير لايك، ما استفدتيش دير ديزلايك عادي. ابونيفو وبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم باش حتى هما يستافدوا. اي واحد باغي يدير هذا الدومين هذا اولا ما باغيش يديرو باغي غير يعرف معلومات، فوالا ابوني بارطاجيو معاه لا فيديو وتبارك الله عليكم.